ينضم لنا موفد ام بي سي الزميل عوض الفياض من جوبالاند. اهلا وسهلا بك عوض. ويعني لو تضعنا في الصورة من عندك، من أين تظهر ما هو الوضع حاليا؟ أهلا بك عبد العزيز وبالمشاهدين الكرام. نظهر من ساحة مستشفى كسمايو العام. كما شاهدتم في التقرير، كنا نتحدث عن عدد من الحالات الصعبة جدا، عدد فردي. قبل قليل زرنا وحدة العناية المركزة، زاد العدد إلى 3 أضعاف، حوالي 14 سيدة وأطفالهن يركضون في هذه الوحدة. نحن نتحدث عن يوم واحد فقط، ارتفعت أعداد الحالات في هذه الوحدة بشكل كبير. كانت لنا عبد العزيز اليوم كما شاهدتم في برنامج بي سي في أسبوع جولة حول مخيمات النازحين هنا في دلحسكة في كسمايو، وأيضا حاولنا أن نرصد الأسباب الرئيسية لتفشي كثير من الأمراض هنا في كسمايو ومقاطعة جوبالاند بشكل عام. هناك نقص حاد في مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي، وأيضا هناك تفشي واضح لأمراض مثل الكوليرا والملاريا والأنيميا. يتحدث أيضا عدد من الكوادر الصحية هنا عن انتشار كبير لمرض الحصبة الذي اختفى في كثير من البلدان لكنه يعود إلى الصومال. لنتحدث بشكل أدق ينضم إلي الأستاذ عبد الرحمن عبد الرزاق، ناشط الإغاثي الصومالي وأيضا رئيس جمعية التضامن الخيرية التي تنشط بعدد من الأعمال الإغاثية على الأرض هنا في الصومال. أستاذ عبد الرحمن، من تجربتك من معايشتك للواقع الصومالي منذ أعوام، هناك ارتفاع كبير لمرض الحصبة والكوليرا، هناك حديث عن ربما تعرض 2 مليون طفل صومالي في هذا العام للكوليرا، ما هو تفسيرك لهذا الواقع؟ طبعا أزمة الجفاف ونتائجها تعكس المشهد والواقع المرير الذي يواجهه الشعب الصومالي وخاصة الأمهات والأطفال. طبعا قلة المياه وتأخر مواسم الأمطار لأربعة مواسم أمطار متتالية نتج عن ذلك عن انعدام الأمن المائي لكثير من الأسر، وهناك إحصائيات تشير أنه 88% من المجتمع الصومالي يواجه أزمة الجفاف وأزمة واضح. لكن مرض الكوليرا أو أمراض مثل الكوليرا والملاريا تنتقل عبر المياه. شاهدنا اليوم، لقد خرجنا من المنطقة ربما إلى مسافة 70 كيلومتر وعدنا إليها، نشاهد الكثير من عربات المياه التي تجرها الحيوانات الأليفة. يعني هناك مياه ولكن يبدو أن هذه المياه هي المشكلة الأساسية. من أين تستخرج؟ طبعا هذه المياه تستخرج من الآبار الضحلة وتستخرج المياه المتبقية في بعض الأودية وفي الأنهار. طبعا ينتج من هذا انتشار الأمراض المعدية مثل نتحدث عن أرقام كم؟ بالأرقام يعني بالأرقام الآن يواجه حوالي 1.8 من الأطفال يواجهون مرض خطر مرض انتشار الكوليرا والحصبة. شكرا عبد الرحمن عبد الرزاق، شكرا على إضافة. 1.8 مليون من أطفال الصومال معرضون لمرض الكوليرا، إذا نتحدث عن 2 مليون طفل من أصل 14 مليون صومالي. هذه نسبة كبيرة تشكل نسبة كبيرة من الشعب الصومالي. وصلت الصورة، شكرا جزيلا لك زميلنا عوض الفياض موفد ام بي سي إلى جوبالاند والصومال. شكرا.